حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور هشام العشيري، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثالثة. هل تحدثنا بداية عن دعم وأهمية دعم جلالة الملك المعظم للسلطة التشريعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذا الاتصال للحديث عن لقاء السلطة التشريعية بسيد جلالة الملك المعظم. طبعا دعم سيد جلالة الملك للسلطة التشريعية بارز ودائم ومتواصل ومستمر، وهذه اللقاءات تدل على اهتمام جلالة الملك المعظم ودعمه الكامل للسلطة التشريعية ومتابعته الحثيثة لما تقوم به السلطة التشريعية من أعمال ومدى التعاون، لقياس مدى التعاون بين السلطات كافة. وخلال اللقاء جلالة الملك أكد أن الطموحات والآمال ليس لها حد، وأن التحديات نواجهها إحنا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية سوف نجتازها بالتعاون بين السلطات، وأن أي نجاح أساسه التعاون اللي يتم بين السلطات كافة. والدعم اللي إحنا تعودنا عليه من سيد جلالة الملك يتمثل أيضا في الخطابات السامية اللي يقدمها جلالة الملك في بداية كل دور، وتكون هي مثل نبراس تسير عليها السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية. فدعم جلالة الملك للسلطة التشريعية وللعمل النيابي مستمر منذ بداية المشروع الإصلاحي إلى يومنا هذا إن شاء الله. نعم، بالطبع يعني أن السلطة التشريعية قد حققت العديد من الإنجازات في الفصل أو الدور السابق، وإنجازاتها ما زالت متواصلة. ما نتحدث عن أهم وأبرز الإنجازات والمحطات التي سوف يتم مناقشتها خلال الفصل القادم والمرحلة القادمة؟ طبعا العمل النيابي هو عمل تراكمي وعمل مستمر، فالكل يعرف أن في الدور السابق تم اعتماد له برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة، واللي تلاه مشروع الميزانية العامة للدولة السنتين القادمين تم اعتمادها في الدور السابق. نعم. وعلى أساسه أن في الفصل في الدور القادم إن شاء الله اللي راح يبدأ في الأسبوع القادم راح تنصب الآن أعمال أعضاء السادة النواب على ترجمة الاتفاقات اللي تمت في برنامج الحكومة والميزانية إلى صيغة مشاريع ومقترحات يتم ترجمتها من خلال المجلس واعتمادها، ومن ثم رفعها للحكومة لتلبية إن شاء الله طموحات المواطنين ونقدر نقدم شيء نخدم في هذا الوطن. نعم، إذن سعادة الدكتور هشام العشيري، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.